انت اللي هكلمكم النهارده على موضوع ليه نعترض، ليه بنعترض بدون دراسه. يعني انا دايما اجي اقول مره الفتره اللي فاتت، السنين اللي فاتت اعترضوا ناس كتير وايدوا حاجات غلط والبلد راحت في داهيه، والحمد لله ان الجيش لحقنا وقدرنا نرجع مصر تاني. كانت بتروح مننا مصر وبترجع تاني. انا كل اللي عايز اقوله، انا ما بقولكش اقول اه ولا لا، انت حر في رايك، لكن انا بقول لك اما تقول لا لازم تدرس لا ليه، لان دي مصلحه بلد، مصلحه وطن. انت النهارده بجره قلم تبوظ الدنيا، قبل كده عملنا جره قلم ضيعنا الدنيا. فارجوكوا، انا كل اللي بطلبه منك لو سمحتوا، انت او هي او ايا كان، كبير او صغير او شاب، النهارده ما تمشوش ورا موجات بتتقال وناس بتبقى قصده تهدم البلد. احنا عمالين نكبر وبنطلع. صحيح انا عارفه ان الظروف صعبه، وعارفه كويس جدا ان كلنا تعبانين، بس ما حدش هيدفع ثمن بلدنا غير احنا. فمعلش هنستحمل شويه وهنخرج من عنق الزجاجه. الحاجه الثانيه، انت النهارده اما يجي مقاول يبني عماره، بيجي المقاول يبني العماره، بيبني من اساس من تحت، وبعد الاساس ما يتبني بيقعد يكمل الدور الاول الدور الثاني. اهل البيت بقى اللي هو صاحب البيت اللي بيصرف على الموضوع بيقول لاولاده ايه؟ هنمسك على ايدينا شويه عشان نقدر نكمل العماره، هنفضل ماسكين عندنا قرش فوق قرش عشان نقدر نبني العماره ونكملها. مش معقول يبقى معاه الفلوس بالهبل يعني، فهو لازم ينظم نفسه عشان يبنيها. طيب وهل العماره دي بتتبني في يوم ولا بتتبني في سنين عشان تطلع ثابته وقويه وشديده مفيش اي ريح توقعها؟ احنا مش بنعمل عمارات بتقع، احنا بنبني مصر. فمعلش استحملوا شويه، وانا عارفه ان الظروف صعبه والله علينا كلنا، بس دي بلدنا، بلدنا احنا مش بلد حد تاني، ولازم مصر دي تبقى احسن بلد في العالم. وانا بقول لكم بالخطه اللي ماشيه دلوقتي فعلا مصر هتبقى احسن بلد في العالم، بس نصبر ونستحمل. وزي ما بقول اوعى تقول لا وانت مش دارس لا ليه. بص التعديلات كلها وحط الحاجة، وإذا كان سيادة الرئيس المدة بتاعته انتوا بتقولوها كلام، لكن انت بص زي ما بقولك العمارة لازم تتبني، ما ينفعش تغير المقاول في نص العمارة. يعني هو اللي بيبني او المهندس اللي بيبني هتقدر تغيره في وسط ما بيبني؟ ما ينفعش، لازم هو اللي يكمل بنى العمارة للآخر لغاية ما يسلمنا مصر زي الفل. أرجوكوا لازم ننزل ونوري قدام الناس كلها، اللي عايزين يشمتوا فينا ما يشمتوش، نزولنا مهم، نزولنا مهم جدا. ارجوكم انزلوا وقولوا الراي اللي انتوا عايزينه، بس قبل ما تقولوا راي ضد مصر لازم كويس قوي تدرسوا ليه لا. بس ده اللي انا عايز اقوله، وربنا يا رب يحمي مصر من كل اعداء حاولين يهدوها.